السيسي يجري زيارة مفاجئة للكلية الحربية ويشيد بدور القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب. القوات المسلحة تواصل العملية الشاملة سيناء 2018 وتقضي على 4 عناصر تكفيرية. التلفزيون السوري يعلن أن القوات السورية ستدخل مدينة عفرين خلال ساعات. ويتجدد اللقاء الإخباري على أونلايف. أهلا بحضراتكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيارة مفاجئة للكلية الحربية، حيث تفقد عددا من التدريبات ومراحل الإعداد البدني والمهاري للطلاب. وخلال لقائه مع طلاب الكلية أشاد الرئيس السيسي بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وما يقومون به لمحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره في سيناء، مؤكدا أن الجميع يقوم بدوره في تأمين البلاد على المحاور الاستراتيجية الرئيسية كافة وليس في سيناء فقط. كما أوضح الرئيس أن الإرهاب يسعى إلى هدم الأمم والقضاء على مستقبلها، مؤكدا على أن التكلفة المبذولة في سبيل الحفاظ على أمن مصر وشعبها هي تكلفة باهظة تشمل دماء وأموالا. وفي نهاية لقائه بطلاب الكلية وجه السيسي بضرورة التحلي بالأخلاق العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها العسكرية المصرية. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة استمرار تنفيذ خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018، وقالت في بيانها رقم 10 إن القوات الجوية استهدفت 5 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرت سيارة ملغومة خلال محاولتها لاستهداف قوات المداهمة، كما تم القضاء على 4 عناصر تكفيرية والقبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. وأشار البيان إلى استشهاد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابط ومجند أثناء الاشتباكات. قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصناعة السكر وبتطويرها حتى تستطيع المنافسة. كما أكد المصلحي خلال تفقده لمطحن بني مزار شمال المنيا وافتتاح صومعة جديدة الأقماح أن الوزارة تعمل على تطوير صناعة البنجر على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك استراتيجية لمستقبل صناعة السكر في مصر. ساهم في إرسائها قرار رئيس الجمهورية برفع سعر توريد طن القصب. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا على الهواء مباشرة جيرمين إبراهيم مراسلة أون لايف. أهلا بك جيرمين، واعطي لنا مزيد من التفاصيل. إليك الكلمة، تفضلي. أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين. بالفعل نتابع معكم من عروس الصعيد محافظة المنيا تفاصيل الجولة التي يقوم بها
الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الجولة وأيضا عمل الوزارة في صعيد مصر يسعدنا أن ينضم إلينا سيادة الوزير. برحب بحضرتك. يعني الدولة تتجه إلى الصعيد وتولي لي المزيد من الاهتمام، لو تطلعنا على تفاصيل ما تفقدته من مشروعات وما افتتحته أيضا من مشروعات اليوم. أول حاجة بشكركم لسبب متابعتكم هي أهم حاجة، انتوا الوسيلة لنقل المواطن ماذا يحدث على ارض مصر، فده من احد الزيارات الهامة جدا اللي احنا جايين في المنيا لاكتر من سبب. نمرة واحد، في بني مزار تم تطوير المطحن اللي كان قدرته 375 طن يوم ل 660 طن يوم. هنا التجديد مش مجرد اضافة خط، كل الاجهزة وكل الانظمة وخاصة في التحكم والجودة كلها جديدة من أعلى مستوى شركات ومن أعلى التقنيات. وتم عمل صومعة 5000 طن ساعة ومتصلة اتصال مباشر مع المطحن، بمعنى ان احنا بنتكلم عن صرح حقيقي لصناعة الدقيق، ويعتبر منطقة لوجستية متخصصة بحيث القمح بيجي يدخل في الصومعة بيتخزن في الصومعة بيتنقل اوتوماتيك للمطحن، كل الأجهزة تحت كنترول بحاسب آلي ودرجة أمان أعلى درجة أمان موجودة. الموضوع ده كان مهم جدا لسبب المنيا حتى هذه اللحظة الطاقة الطحنية اللي على أرض المحافظة أقل من الدقيق المستهلك، فكان لازم نزود الطاقة الطحنية عشان نقلل من النقل من بني سويف أو الفيوم أو القاهرة. حتى النقطة الثانية إن تطوير المطاحن يعتبر حاجة مهمة جدا لسبب اعتمادنا على الخبز واعتمادنا على رغيف العيش مستمر من يمكن من أيام الفراعنة لغاية النهاردة، وبالتالي لابد أن يكون لدينا قدرات طحنية على أعلى مستوى، وده ليس فقط في مطحن بني مزار ولكن في كافة المطاحن. النقطة الثانية إن توجيهات فخامة الرئيس بأهمية زيادة المنافذ والتوزيع وتطوير المجمعات الاستهلاكية، احنا جينا المنيا قبل كده وفتحنا في المنيا اكتر من مجمع استهلاكي، ولكن المرة دي كان في مطاي والناس عظيمة جدا وبنشكرهم كلهم اللي استقبلونا استقبال عظيم، وبالتالي اتعمل مخزن على اعلى مستوى يعتبر مخزن استراتيجي لتخزين للمنطقة كلها، ثم منفذ توزيع اللي هو سوبر ماركت او مجمع على اعلى وكل المواصفات الجيده فيه، سواء ادخال الكمبيوتر سواء الكاشير سواء كافه الارفف على اعلى مستوى سواء الثلاجات. والمهم جدا ان احنا نرتفع بمستوى اداء الجوده بتاعتنا وجوده السلع مع الحفاظ على السعر الاقتصادي اللي هو يهم المواطن المصري. فده كان من احد النقاط الثانية. ثم في إطار توجيهات فخامة الرئيس لأهمية تطوير صناعة السكر في مصر، والسكر احنا ناس بنموت في السكر، من أعلى معدلات استهلاك السكر في العالم مصر والهند، عشان ما نقولش مصر بس، إنما من معدل استهلاك احنا بننتج حوالي 2.2 مليون طن وبنستهلك 3.1 أو 3.2، يعني عندنا فرق مليون. النقطة دي احنا بنغطيها باستيراد خام ونكرره نتيجة عندنا مصانع كبيرة جدا. ان الاهم من ده ان زراعة البنجر في مصر اثبتت نجاح، وبالتالي البنجر كاقتصاديات مية احسن من قصب السكر. فهناك الاستاذ محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية عضو في اللجنة اللي بتدرس تطوير الصناعة ككل مع وزارة قطاع الاعمال والشركة القابضة، بحيث ان احنا نقول 5 سنين من النهاردة او 10 سنين ايه المصانع اللي محتاجينها، ايه التطوير اللي محتاجينه في الوضع الحالي، ايه الزراعة والمساحات اللي عايزين نزرعها عشان المليون طن دول نقدر نوفيهم بدل ما نعتمد على عملات صعبة. الحق يقال ان الزيارة اهمها مرافقة معالي الوزير المحافظ وهو اخ فاضل من قبل، وكافة المجهودات اللي هو بيعملها هي اللي بتشجعنا ان احنا نبقى موجودين على ارض المنيا، وبنشكر اهالي المنيا والسادة النواب اللي استحبونا خلال الزيارة.
حضرتك سيادة الوزير، وربما ننتقل أيضا الآن إلى السيد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي ليحدثنا أيضا على يعني المجهودات التي تقوم بها الدولة والافتتاحات التي تحدث النهار اليوم، وما تعكس ذلك من يعني اتجاه لرؤية الدولة لصعيد مصر وأيضا خدمة المواطن في محافظة المنيا. خلينا نقول أن زيارة السيد وزير التموين النهاردة لمحافظة المنيا تعتبر واحدة من أهم الزيارات اللي بيقوم بها السادة الوزراء في القاهرة لمتابعة الأعمال اللي بتجري على أرض المحافظات وبخاصة محافظات الصعيد. زيارة السيد وزير التموين وهي وزارة بيرأس وزارة بتلمس بشكل مباشر احتياجات المواطن المصري بشكل أساسي في رغيف العيش، في بطاقة التموين، في السلع التموينية المتوفرة، في الأسعار، والدور اللي بتلعبه وزارة التموين النهاردة عشان تسيطر على الأسعار وخصوصا أسعار اللحوم والدواجن وترجعها للنصاب المعقول اللي يقدر المواطن يتقبله ذهنيا، غير الأسعار اللي شفناها الشهر اللي فات. الحقيقة يعني وزارة التموين شهدت تطوير في مجالات كتيرة الفترة اللي فاتت، احنا بنجني ثمارها هنا على أرض المحافظة، منها سرعة استخراج بطاقات التموين للمواطنين. كان عندنا تعثر في المنظومة، وقام سيادته باستبدال الشركة اللي بتصدر البطاقات بشركة جديدة، عملت لنا نوع من الإنجاز والتطوير في عملية الإصدار. النهاردة افتتاح سلسلة السوبر ماركتس، منها فرع كان في مطاي، شكل عرض المنتجات، شكل المخازن، عودة المنتج المصري أها للأرفف مرة تانية عشان نشوفه، شكل التغليف والتعبئة للمنتج المصري اللي احنا طول عمرنا بنقول احنا محتاجين شكل جديد من التغليف، شكل جديد من التعبئة عشان يبقى عندي منتج منافس. فبقى عندي منتج منافس وبقى عندي الصناعة المصرية راجعة تاني بقوة، راجعة تنافس المنتجات اللي احنا شفناها واحنا صغيرين واختفت من السوق، راجعة تاني بتطرح نفسها في الأرض. طبعا تطوير المطاحن وزيادة طاقتها عشان القمح ونقلل الفاقد من القمح، كل دي حاجات رائعة، بالإضافة طبعا لزراعة البنجر لإنتاج السكر، وإحنا الحمد لله عندنا في شركة خدت 181 ألف فدان لزراعة البنجر، بالإضافة لمساحة أخرى لإنشاء مصنع للسكر خلال 5 سنين يقلل لنا الفجوة بين استيرادنا من السكر وبين احتياجاتنا لأقل من 80% من الحادث حاليا. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. يعني إذن مشاهدينا كان هذا لقاءنا مع الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيضا لقاءنا مع اللواء عصام البديوي محافظ المنيا في إطار متابعتنا لزيارة وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات وأيضا افتتاح عدد من المشروعات فيما يخص مطاحن القمح أو أيضا مصانع قصب السكر أو حتى مجمعات استهلاكية تقدم منتجات بتخفيضات تعود بالفائدة على المواطن في صعيد مصر ومحافظة المنيا بشكل خاص. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا لك يا جيرمين إبراهيم على هذه التفاصيل حول جولة وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي للمنيا، وأيضا الشكر موصول لمحافظ المنيا اللواء عصام البديوي. إذن مشاهدينا هذه النشرة مستمرة مع حضراتكم. إلى سياق النشرة من جديد. قال التلفزيون السوري أن القوات الحكومية ستدخل عفرين خلال ساعات لصد الهجوم التركي، وكان مسؤول كردي قد قال أن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش عفرين للمساعدة في صد الهجوم. وقال مستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا أن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية. هذا وحضر وزير الخارجية التركي مولود تشاوج أغلو حذر من أن الجيش التركي سيواجه أي قوات للحكومة السورية تدخل عفرين شمال غرب سوريا لحماية مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. وقال أغلو إذا دخل النظام هناك لتطهير المنطقة من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي فلا توجد مشكلة. وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأردنية، قال إن قوات الحكومة لو دافعت عن وحدات حماية الشعب الكردية فإنه سيتم التصدي لها.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو قلقة من محاولات تقسيم سوريا، مؤكدا أن هذه المخاطر تنبع من تصرفات أمريكا. جاء ذلك خلال مداخلة له بمؤتمر للحوار في موسكو. التسوية في سوريا لا تعتمد على ما تقوم به روسيا فحسب، إنما على ما تقوم به الولايات المتحدة أيضا، فهناك مخططات ستؤدي إلى تقسيم الدولة السورية، حيث تشكل الولايات المتحدة قوة تمتد بين العراق وشرق الفرات بحجة مساعدة الأمن، لكن هذا الأمر بالغ الخطورة على وحدة وسلامة الأراضي السورية. شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة فجر اليوم. تأتي هذه الغارات بعد يوم من استشهاد فلسطينيين اثنين في غارات شنها الاحتلال بالأمس على القطاع. وزعم جيش الاحتلال أن الغارات الأخيرة استهدفت مواقع عسكرية لحركة حماس، وكان صاروخا قد أطلق من غزة على جنوب دولة الاحتلال لم يسفر عنه سقوط أي قتلى أو جرحى. عثرت فرق الإنقاذ الإيرانية على حطام يعتقد أنه يعود للطائرة المنكوبة التي سقطت أمس وعلى متنها 66 شخصا. وقال التلفزيون الإيراني أنه لا يمكن تأكيد تقارير عن العثور على حطام هذه الطائرة، وكانت الرحلة التابعة لشركة أسمان للطيران قد اختفت من على شاشات الرادار أمس بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران متجهة إلى مدينة ياسوج في جنوب غرب البلاد. قال وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب افتتاحه لمستشفى الصف، قال إن تلك الفترة تشهد حراكا في مصر ينعكس مردوده على المواطن، مشيرا إلى أن تطوير مستشفى الصف كان يسير وفق خطة معينة موضوعة من قبل وزارة الصحة وتتمحور حول العامل البشري وليس التجهيزات الطبية فقط. احنا فتحنا مستشفيات كثيرة في خلال الفترة اللي فاتت، لكن مستشفى هنا لها طعم آخر، إن الناس هنا قعدت بقالها 14 سنة أو 15 سنة مستنيها. الفترة ديت في مصر فيها تغيير الحمد لله، وفيها حراك، وفي النهاية مردودها للمواطن في النهاية. لما تطلع مستشفى زي دي في هذا المكان، أنا جاي مسافة بعيدة جدا يعني عن الجيزة نفسها، إن شاء الله هيبقى لها خدمة صحية جيدة. واحنا بنحط المستشفى ديت كنا لنا فكر معين، ان تبقى مش بس المستشفى بتجهيزات، ولكن العامل البشري شيء هام جدا. عملنا كم مستشفى من 2015 ل 2018 وده عمرها ما حصل في تاريخ مصر؟ 35 مستشفى. 35 مستشفى خلصوا بتكلفه 4.3 مليار. وأضاف وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي أن خطة الوزارة في تطوير المستشفيات تتم بناء على 4 محاور، على رأسها الاهتمام بالأماكن الخالية من الخدمات الصحية. وزارة الصحة لها رؤية في تطوير المستشفيات. التطوير ماشي عندنا بأربع أفكار. الفكر الأولاني إن احنا نروح في أماكن ما كانش فيها خدمة صحية. 2، إن احنا بنعمل، أنا هخش على نمرة 3 ديت، إن احنا بنعمل مستشفيات بنسميها متقدم الخدمة الثلاثية. أنا كنت بتكلم دلوقتي مع سيادة النائب علاء أبي عابد وسعد بن جمال على فكر المستشفيات. المستشفيات أو الخدمة الصحية هي 3 مستويات. المستوى الأول اللي هي الوحدة الصحية اللي الناس كلها عارفاها، اللي بتقدم تطعيمات وهي دي هتبقى نواة التأمين الصحي. المستوى الثاني هي بتسمى باسم مستشفيات المستوى الثاني، اللي بتعمل عمليات الزايده والفتق والشرايح ومسامير و و. المستوى الثالث هي الخدمه الثلاثيه اللي بتعمل كل حاجه. الحاجه الثالثه ان احنا نعمل بقى حاجه ثانيه، مستشفيات زي ما بيقولوا عندنا سنجل سبيشاليتي او احاديه التخصص. المستشفيات اللي بتبقى احاديه التخصص بتركز في تخصص واحد تدي خدمه مميزه. اخر حاجه جينا بقى على المستشفيات القديمه المتقادمه، زي مثلا مستشفى الاقصر العام اتبنت سنة 1900. من 1900 ل 2018 المستشفى دي تهلكت وزيها كثير. من جانبه أعلن محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي خلال افتتاحه مستشفى الصف المركزي أن إجمالية تكلفة تطوير المستشفى بالكامل ودعمه بأحدث الأجهزة الطبية بلغت 75 مليون جنيه. نشكر ونرحب بالأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين
وزير الصحة، وبنشكر سيادته طبعا على الجهد المتميز وجميع القائمين على العمل بالنسبة لافتتاح مستشفى الصفر المركزي اليوم، ولسيادته ادى تعليمات طبعا ان هي تبقى مستشفى عام، وبعد موافقة حضرته مراكز الجنوب جميعا ومنها الصف كانت تعاني من ضعف بالنسبة للخدمة الطبية. اليوم طبعا بنشهد صرح متميز، مستشفى متوقفة منذ عام 2003 بتكلفة 75 مليون جنيه زي ما تقال دلوقتي. العمل على قدم وساق منذ عامين إلى أن تم الانتهاء من كافة التشطيبات والأجهزة الحديثة. قضت محكمة جنايات أوسيم برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية أوسيم، كما قضت غيابيا بمعاقبة 14 آخرين بالسجن المشدد ل 15 عاما، فضلا عن معاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية. وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص. قال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد العزيز إن المجلس يولي أهمية كبيرة للسوق غير المصرفية. وفي تصريحات لأونلايف على هامش ورشة تدريب القضاء التي تنظمها هيئة الرقابة المالية، قال عبد العزيز إن هناك تنسيقا بين الهيئة والمجلس بشأن التظلمات. الاهتمام متبادل، الاهتمام من الهيئة على اعتبار أنها تؤصل الفكر القانوني في الهيئة، نائب رئيس الهيئة هو مستشار نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة، والقاضي خالد القاضي أيضا مستشار، لمهمتهم أنهم يبسطوا الأمور ويتناولوها في الهيئة. يبقى الدور متبادل، مجلس الدولة يستفيد من هذه الورشة، الشباب الحاضر أعضاء المحاكم يستفيدوا من التطبيقات العملية، والهيئة أيضا تستفيد من آخر الفكر القانوني فيما يتعلق بنشاطها. نهاية الجولة إلى أهم عناوينها. السيسي يجري زيارة مفاجئة للكلية الحربية ويشيد بدور القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب. القوات المسلحة تواصل العملية الشاملة سيناء 2018 وتقضي على 4 عناصر تكفيرية. التلفزيون السوري يعلن أن القوات السورية ستدخل مدينة عفرين خلال ساعات لصد الهجوم التركي. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.